صفقة في مطعم إيطالي بنادي الضباط في أبوظبي 2015. المضيف محمد دحلان، القيادي المفصول من فتح ومستشار ولي العهد محمد بن زايد. بين الضيوف إسحاق جيلمور، الجندي السابق في البحرية الأمريكية، والإسرائيلي المجري إبراهام جولان. الصفقة هي استئجار مرتزقة أجانب وإرسالهم إلى اليمن تحت علم الإمارات، والهدف تعطيل وتدمير حزب الإصلاح اليمني بتصفية أئمة مساجد وسياسيين ينتمون إليه بصفته فرعا سياسيا لمنظمة إرهابية كما ترى الإمارات. المكان عدن، أجمل مدن اليمن المطلة على باب المندب وصاحبة ميناء استراتيجي تفوق أهميته دبي. المرتزقة الآن في معسكرات باليمن لملاحقة حزب الإصلاح. المستهدفون تحددهم الإمارات، والقتلة يصوبون على الضحية ويصورون ذلك عبر كاميرات مثبتة بالرأس وأخرى في طائرات الدرون المسيرة ثم يعودون. قال إبراهام جولان لبز فيد نيوز: كان يوجد برنامج اغتيال مستهدف في اليمن، وكنت أديره بتكليف من الإمارات ومن داخل التحالف. رغم بعض الأخطاء تم تنفيذ البرنامج بشكل صحيح. فشلت أول عملية ليلة 29 من ديسمبر كانون أول 2015 لاغتيال إنصاف علي مايو القيادي بالحزب، لكنها كانت أول حلقة في سلسلة اغتيالات أودت بحياة أكثر من 20 قيادياً بحزب الإصلاح. في كل شهر يحصل المرتزقة على 1,500,000 دولار إلى جانب مكافأة عن كل عملية ناجحة. الإمارات دخلت عدن لمحاربة الحوثيين، الآن لا حوثيين في المدينة، لكن مرتزقة الإمارات باقون هناك وأيديهم على الزناد. لماذا تستهدف الإمارات حزب الإصلاح صديق الرياض وشريك التحالف في الحرب على الحوثيين؟ الإصلاح كتلة سياسية صلبة تنتشر في ربوع البلاد، قادر على حشد التظاهرات والإعلام ضد الإمارات الطامحة في فصل اليمن وحكم موانيه ومن ثم السيطرة على جزيرة سقطرة. والسعودية لا تدافع عن حزب الإصلاح حليفها السني لأنها تريد بقاء الإمارات معها في التحالف حتى لو كان الثمن استهداف بعض أصدقائها. بعد انتهاء الصيغة الأولى للتحالف العربي أصبح اليمن الآن مناطق نفوذ، تتقاسم الإمارات والسعودية جنوبه ويسيطر الحوثيون حلفاء إيران على الطرف الآخر. ولكي تحقق الإمارات أهدافها في اليمن استأجرت المرتزقة من كل أنحاء العالم، وهي الآن تقرر من له الحق في أن يبقى حياً ومن يموت في مدينة تسمى ثغر اليمن الباسم.